فلم يكن لهذا أن يحدث لو كان بريمر عاقلا وعادلا، أو لو كان حلفاؤه العراقيون الشطار السبعة وطنيين يقدمون مطالب وطنهم وشعبهم على مصالحهم ومصالح أولياء أمورهم. فقد أوهموه بأن جميع مفاتيح الأمة الكردية بأيدي مسعود وجلال، وأن شيعتهم شيعة السستان وباقر الحكيم وأخيه عبد العزيز وإبراهيم الجعفري ومحمد بحر العلوم وإياد علاوي وأحمد الشلبي وعادل عبد المهدي وموفق الربيعي وباقر صولاغة. وبسبب ذلك ظل يكرر في مذكراته أنه لم يتوقف عن طلب النجدة والبركة من السستان لتذليل كل عقبة كان يضعها الشطار الشيعة في طريق إدارته للعراق الجديد. وها هو حتى بعد 14 سنة من الخراب والاقتتال، وحتى بعد إن بلغ عدد القتلى والمشوهين والمفقودين والمهجرين العراقيين المسجلين رسمياً 2 ملايين، ما يزال عاجزاً عن الخروج من تلك الأوهام التي زرعها في عقله وقلبه حلفاؤه العراقيون الذين شتمهم في مذكراته وقال عنهم إنهم لصوص ومنافقون ومزورون.